شكلي بالدم. فلك وقني هذا دقيقة بيان عن الحكم برهن أنا بس أنا صار مسجل وأجي انتظروني. أقول لك ترى متى إذا ألعب شيء من ورا الصوت. وأنت شو عليك؟ بغرفتي وصار بكيفي، اطلعي برا يلا. أقول لك بابا دقت علينا بين جيراننا تقول المسجل مالكم حيل عالي، قوم احكي ويا أخوي حتى ينصيه. الله يطيع حظك. يعني هذه يظل فاضحنا قدام العالم، خلى قوم اكسر المسجل على راسي. خلينا نشوف شلون متنصي. سد الباب لا اجي اضربك بالنعال. تضرب منو بالنعال يا ول؟ لا يا الكعبة. بابا نعتذر عبالي اختي والله. ماشي، راح طفي لهذا المسجل وتعال الحقني. اليوم اذا ما طيح حظك يلا. بابا والله اعتذر ماشي سطفيه. اقول لك بنيتي، ما تودين هاي ال 25 لاخوك؟ خلي وديها لأم محمد الخياطة تطلبنا ياها. اي ماما تدلليه انطيني ياها. هاج اوه هسه هذا اذا اقول له ماما تقول خلي يروح لأم محمد الخياطة يقوم يحكي ويغلط وانا مالي خلقه. شو اسوي؟ ها خلي اقول له ماما دزتها لك غورطة بالموضوع. اقول لك اخويا ماما دزت لك هاي 25 تقول خليها مصرف جيبه. تحكين صدق انتي؟ هلا بالله انطيني ياها. 25 زينة واليوم الطلعة زينة. خلي اروح اشكر امي. ام الغالية انا ما اعرف شلون اتشكرك على 25. خير ان شاء الله. شكو ورا اللي واقف لين اعطيتيني اياها مصرف. لا حبيبي هاي ال 25 مو الك، هاي تروح توديها لام محمد الخياطة تطلبنا اياها. ما كبيرة هي والقلب هي كبيرة. امي الحقيني واقع بمشكلة كبيرة. يا ستار خير شكو؟ دعمت سيارة بابا بالحاويل برا وإذا عرف بيه رح يموتني. عزب عينك يا والله. يلا ابني مو مشكلة، فدوة إلك، أهم شي سلامتك. وهسه من يجي أنا أحكي لك وياه. أمه هي مال فدوة، ما تعرفين بابا عنده السيارة أغلى من عندي أني، وإذا شاف الدعم هسه قال لي إيش من النصلح، أحكي وياه أي شي قنعين. السلام عليكم. وعليكم السلام حجي، أريد أقول لك موضوع بس لا تعصب. خير شكو؟ ابنك داعم السيارة وخطيها بالغرفة قاعد وخايف. السيارة وينه؟ اليوم إذا ما كسر عظامه. يا رب يقنع مين يحكي، يا رب يقنع مين يحكي. أنا كم مرة قالك بعد تطلع بالسيارة؟ لا يا الكعبة. بابا بس خلي أفهمك. زين أنت وين دعمتها؟ دعمتها بالحاوية اللي بالشارع. أنت سايق جربين. اليوم إذا مانع الوالد والديك تعال. والله بعد ما أخذها، والله بعد ما أخذها طبعا. بهاي اقول لك امي انت يوم فرحان عندك بنيه؟ ليش عينك ناقصه بنتي؟ تحجين صدق؟ عمد تشوف وجهها يقول جباره بالمولده. لا عيني بالعكس ماكو احلى من بنتي. هي هي صدق لو قالها بالمثل القرد بعين ام غزال. ايه اشوف ماما كل ما شافت احد قالت لهم ابني حلو. بوم اعمل نفسك ميت، اعمل نفسك ميت.